أطلق حاكم إقليم سيلا جنرال موسى هارون تيرغو حملة التطعيم المواشي بالإقليم، وذلك بهدف الحد من انتشار الأنباط الموسمية التي تصيب المواشي والتي تؤدي بحياة الآلاف تودي بحياة الآلاف منها كل عام. تقرير أرجون محمد أحمد. تعتبر الثروة الحيوانية من الدعائم الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل في البلاد، لذا أطلق رسميا حاكم إقليم سيلا موسى هارون تيرغو حملة تطعيم الأبقار، وذلك من أجل الحد من مرض الالتهاب الرئوي التي تصيب المواشي أثناء موسم الخريف. وخلال مناسبة تطعيم المواشي انتهز هذه الفرصة رئيس فيدرالية الرعاة سليمان عبد الله، حيث قدم كلمة أكد فيها بأن أكثر نشاط سكان إقليم سيلا يعتمدون على التربية الرعوية إلى ضمن نشاطهم اليومي، لذا فإن هذه الحملات جاءت في الوقت المناسب. من جانبه حاكم إقليم سيلا موسى هارون تيرغو أشاد بضرورة هذه الحملة التطعيمية، وذلك للحفاظ على صحة المواشي، لذا دعا مربي المواشي إلى التوجه نحو الطب البيطري لتطعيم الأبقار، مشيرا بأنه خلال هذه الحملة سيتم تطعيم 180 ألف رأس من الأبقار. حملة التطعيم تدخل ضمن سياسة الحكومة الرامية إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية في البلاد، وأن إقليم سيلا يتميز بثروة حيوانية ضخمة.